وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. لا شيء مما ترى تبقى بشاشة، يبقى الإله ويفنى المال والولد، لم تغن عنه رمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاما فما خلد، ولا سليمان إذ تجري له الريح، والإنس والجن فيما بينهم كل، أين الملوك الذي كانت مسلطة إلينا من كل حدب واحد يفد، مما لا شك فيه بأن هناك موردا الكل وارد، هناك موردا الكل وارد إلى محال، ولنا في حال أخينا الفقير عبرة. مهما تعدلت المصائب يكفي أن الله سبحانه وتعالى قطع عنه مدد الدنيا وأعطاه مدد الآخرة. هل أحد من الحضور يستطيع أن ينال أجر الشهيد؟ كلا، ولكن الفقير أخذها بصدق كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب الهدم شهيد، والغريق شهيد، وصاحب الحرب الحريق شهيد. ليه؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى أعطى وجعل من خرج من بيته من أجل أن يعف ويكف نفسه وأولاده وزوجته وأهله ووالديه كبيرين ليبتغي لقمة العيش الحلال، تارك خلفه ماذا يترك، ومع ذلك خرج. فهل هذا الخروج عند الله يضيع هباء؟ والله كلا. لو اجتمعنا كل الحضور الذين صلوا الصلاة الآن لن يستطيعوا أن يأخذوا قنبلة صغيرة من أجل شيء، ولكن الفقير ويكفي أهله صبرا بأن الله جعل مدد الشهداء بمدد التمام، مدد الشهداء بمدد التمام لا تنقطع أبدا، وليس هذا في الدنيا فحسب. شوف ربنا يقول إيه في سورة الحديث، والشهداء عند ربهم لهم إيه؟ أجرهم ونورهم. يعني أجره ربما يكون لنفسه، ولكن نوره يصل إلى أهله. وسيد الناس صلى الله عليه وسلم بين بأن الشهيد يشفع لسبعين من أهل بيته، الشهيد يشفع لسبعين من أهل بيته، ليسوا من أصحاب الجنة ولكن من أصحاب النار، يعني حق لهم أن يدخلوا النار، فيأتي هذا الشهيد وينجي هذا كله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم فقيدنا وأن يلهم أهله الصبر والسلوان. اللهم إنه قد نزل بك وأنت خير من ذل به، وأنت غني عن عذابه، اللهم فلا تعذبه، اللهم ارض به يا رب العالمين، اللهم اخلفه خيرا في ماله وأهله وولده، برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك يا ربنا أن تشفعه فينا يوم القيامة لأجل الشهيد يا رب العالمين. نسألك يا ربنا أن تجعل خروجه في سبيلك، وتجعله يا ربنا من صاحب الأجر العظيم الوفي برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك يا ربنا أن تجعله في الجنان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إن شاء الله كان هناك دم على المتوفى فالأهل مستعدين لسداد هذا الدين. أما إذا كانت مظلمة في الدنيا فنرجو السماح ونرجو العفو ونخلص بالدعاء، لأننا الآن أحوج إلى الدعاء منه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ذنبه وأن يستر له عينه. طبعا الله أكبر.
صلاة الجنازة، صلاة الغائب على عادل كمال عبد المهيمن فايد البالغ من العمر 45 سنة، إحدى ضحايا إعصار دانيال اللي شهدته ليبيا الشقيقة مؤخرا. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. هيدا اتحركوا من مكانكم عشان الناس جاية تغلط. اتحركي بسرعة بسرعة بسرعة، اتحركي. طبعا يعني صلاة الغائب على الفقيد الشهيد يعني عادل كمال عبد المهيمن اللي توفى نتيجة إعصار دانيال من داخل المسجد الكبير بقرية ميت بدر خميس طبعا لمحافظة الدقهلية. طبعا كان بيعمل مطلق صواميل، كان متزوج ولدين ثلاث اطفال، بنت وولدين اصغرهم 8 سنوات واكبرهم يعني 20 سنه. طبعا كان لسه مسافر من 3 شهور بس، ويعتبر دي كانت اول سفريه ليه. طبعا خالص التعازي لأسرته ولأهل قريته ولينا كلنا في الحدث المفجع اللي حصل، ويعني اللي أشبه بيوم الحشر. رحمة الله على كل فقاد يعني شهدائنا اللي توفوا سواء من مصر أو من ليبيا الشقيقة. كل الدعاوي برحمة ليهم بالرحمة والمغفرة. طبعا عادل كمال عبد المهيمن فايد 45 سنة، كان بيشتغل مبلط سيراميك، متزوج ولديه 3 أطفال، بنت وولدين أصغرهم 8 سنوات وأكبرهم 20 سنة. طبعا لسه مسافر من 3 شهور وتعتبر أول سفرية ليه. طبعا يعني عادل رحمة الله عليه كان مسافر يحسن من مستواه الاقتصادي، وبيشتغل وبيجري على الأكل عيش ورحمة الله عليه. كان يوم الإعصار بيكلم أسرته، وكان في بث مباشر ما بينهم وما بين بعض، لكن وقت الإعصار يعني انقطع البث. وقتها استشعر أسرته أنه توفى، وبالفعل يعني كان من ضمن المفقودين اللي أسرته بتحاول العثور عليه وبتحاول أن تدور عليه. تم نشر صوره على المواقع المختلفة عبر السوشيال ميديا ويعني الجروبات المختلفة للتعرف عليه، لكن جالهم خبر بأنه توفى وأنه تم دفنه في ليبيا. النهاردة بيتم صلاة الغائب على الفقيد الشهيد رحمة الله عليه. يعني ربنا يرحمه يا رب ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. خالص التعازي لأسرته ولينا جميعا في الفقيد. إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا عادل كمال عبد المهيمن فايد 45 سنة، مبلط سيراميك، متزوج ولديه 3 أطفال، بنت وولدين أصغرهم 8 سنوات وأكبرهم 20 سنة. طبعا يعني هو لسه مسافر من 3 شهور فقط، وتعتبر دي أول سفرية لي لليبيا. يوم الإعصار كان في بث مباشر مع أسرته.
صوته بيطمنهم وبيوريهم مدى شدة الإعصار، لكن توفاه الله نتيجة الإعصار أيضا، ووقتها انقطع البث بأسرته، ووقتها استشعر الأسرة بأنه توفى في الإعصار، لكن كانوا ما بين يعني الشك واليقين بأنه توفى بالفعل أو ما زال يعني من المصابين، إلى أن جالهم الخبر اليقين بأنه يعني استشهد في الإعصار اللي أشبه بيوم الحشر، رحمة الله عليه وعلى كل فقدائنا شهدائنا الأجلاء اللي توفوا سواء من مصر أو من دولة ليبيا الشقيقة أو من كل الجنسيات، اللي يعني وصل عددهم إلى الآن 20,000 جثمان، رحمة الله عليه. هتابع مع حضراتكم مزيد من التغطيات داخل محافظة الدقهلية. أشكركم شكرا جزيلا للمتابعة.